مساء الخير عليكم يا صبايا، مساء الخير عليكم يا شباب، وحشتونا جدا من امبارح. امبارح انا قلت لكم ان النهارده هنشوف حاجه هنفضل يعني مذهولين شويه قدامها، لان الحقيقه انا من ساعه ما صورتها وانا في حاله ذهول، ومن ساعه ما صورتها وانا عايزه اقطع ايديا ورجليا وكل حاجه، لان انا يعني كنت جوه الموضوع قوي. اولا انا عايزه الناس تفهم صح، انا دلوقتي لما بطلع اتكلم عن الفساد، وكان من الحاجات اللي انا صممت ان انا هركز فيها جدا 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 لما ارجع، ان احنا لازم نقاوم الفساد. وكنت في شهر رمضان بشوف الدوله نفسها بتعمل اعلانات على مقاومه الفساد وهي نفسها بتنتقد موظفين الحكومه و و و من اول الحاجات اللي انا قلت عليها هي المخدرات. والاسبوع الجاي ان شاء الله هتلاقوني بخبط على بابكم كده، كنت بس مشغوله قوي بعيانين القلب المفتوح اللي لازم يسافروا. وارجو ان تكون الرساله وصلت امبارح. والنهارده من فضلك يا استاذ طه البرومو في الرجعه وفي المروحه. قبل كده اتكلمت على الميه، وهنتكلم تاني على الميه، لان هو في ايه غير ميه واكل؟ يعني انا معاك جدا ان الاسعار غليت، ومعاك جدا انك مش قادر تعيش قوي، ومعاك جدا ان مش كل حاجه بقيت تعرف تجيبها، بس برضو الاهم من الاسعار انت بتاكل ايه، انت بتاكل ايه وبتاكله منين وصحي ولا لا. لانك ممكن تشتري اكل كتير قوي وبعدين تصاب بفشل كلوي، تصاب بان الكبد يتصاب، تصاب بتسمم، تموت، يجي لك انفكشن فظيع في الدم. يعني في مليون الف حاجه من الاكل اللي كله سموم ده، وده حوالينا في كل حته، لان احنا هوانا كله سموم. الطريقه اللي بننقل بيها الحاجه واللي بنخزن بيها الحاجه و و و كلها مش طريقه صح. كميه المواد الحافظه اللي بتتحط في اللبن وفي الجبن وفي كل حاجه. لا طب انا هقول لكم حاجه، انتوا قاعدين بتتكلموا عن الاسعار و رغيف العيش يا جماعه، رغيف العيش بقى كله رمله. رغيف العيش اللي انا واحده ما بتقفش في فرن وكده وبجيبه من السوبر ماركت وكده، هو ده طعم العيش؟ ده رغيف العيش البلدي اللي كنا بناكله زمان، اللي هو كنت ممكن وهو طالع من الفرن كده تاكله حاف من غير حاجه؟ بلاش العيش، الفاكهه دي فاكهه؟ لو انت سافرت بره، حتى على فكره اي بلد عربي، مش هقول لك اوروبا ولا كده، الفاكهه ليها طعم. احنا الاكل عندنا بقت جودته وحشه قوي قوي، ومعرفش ليه، معرفش ليه، واحنا عندنا النيل وعندنا ميه وعندنا ارض خصبه وعندنا ليه الفاكهه طعمها غريب قوي؟ ليه الخضار ما بقاش زي زمان؟ انت تسافر بره تصور الخضار من كتر ما هو اخضر وطماطم حمراء حاجة طازة جدا. خلاص يا سيدي، لو انا اتغاضيت على اني اكل اكل طازة زي ما بيقولوا، مع ان ده حقي، عارفين بيحصل ايه؟ كله بيوفر، ده يدي مش عارفة مبيدات ايه وحاجات جينات ايه وبتاع عشان يطلع لنا فاكهة بسرعة مش في الموسم بتاعها، او يحصل المحصول ويزرع واحد بداله تاني. الراجل بتاع العيش ما بيحطش الخميرة والدقيق وكده بالمقادير الصح عشان يطلع لنا رغيف ما يصرفش فيه كتير. الناس اللي بتخزن اللحوم وبتعمل المواد الغذائية بتوفر جدا. النهاردة موضوعي برضو اللحمة، والله مش بكرهكم فيها، بس دي طلعت مصيبه وكارثه، طلعت يعني والله العظيم والله العظيم انا ما متخيله اللي انا شفته لغايه دلوقتي، وشفته وشميته ويعني حاجه
مش آدمية بالمرة. هتقولي انت يعني هتوقفي بقى حال الجزارين والمصامت وكده؟ لا لا، بس انا بقول لكم ما تشتروش من مصمت غير لما يقول اللي احنا هنقول عليه النهارده ده. انت دلوقتي لما بتروح تشتري سمك وجمبري، مش بتروح حتى لو مش في مطعم او كده في من سوق العبور، ولا مش بتشوف الحاجه قدامك؟ مش بتختارها وهي نيه وبتشمها وبتشوفها في المصمت؟ اعمل لي كده، وريني الكوارع والفشة ولحمة الراس وكل حاجة من غير ما تطبخها الأول، وريها لي وأنا أختار الحتة وأقولك اتفضل اطبخها لي، عشان ما تحطليش عليها شوية تحابيش وشوية فلفل وشوية زيت وشوية ملح وفلفل وكمون وجوز الطيب ومش عارفة ايه وايه وايه وايه، وشوية بهارات تشعوطها لي وتديها لي كده في سندوتش، ولا تديها لي في طبق انا ما فاهمة ايه من ايه، ولا لونه ايه، ولا ريحته ايه، ولا اي حاجة، وليمون كتير وبتاع واقلب. لا، عايز تديني لحمة في مصمت، عايز اروح اقعد في الشارع كده واكل في على الترابيزة وبتاع، حط لي الحاجة في التلاجة قدامي، ما تعلقها ليش عشان ما تبصش برضو والدبان كله يتلم عليها. لا، حط لي كل حاجة قدامي، الممبار، السجق، الفشة، الكبدة، الكلاوي، حط كل حاجة قدامي وانا اجي اقول لك هات الحتة دي اعملها لي، هات لي الربع ده اعمله لي. لكن طول ما انتوا بتروحوا بتاكلوا اي حاجة بيدوها لكم، انتوا بتقضوا على حياتكم، لان كمية الفساد اللي في المصامت وفي تجارة اللحوم غير طبيعية وبكميات رهيبة. مش دايما يقول لك ايه عملنا ظبطنا ضبطية في مطعم شهير؟ ايوه، بيبقى مطعم شهير جدا وبيبقى مصيبة سودة. كل اللي بيعملوا مصيبة سودة عشان يكسبوا اكتر، عشان طمع، عشان جشع، عشان موت ضمير. طب انتوا دلوقتي لما بتروحوا لاي كبابجي حتى المشهور منهم، بتحسوا ان اللحمه زي ما كانت زمان، ان الريشه كده طالعه ريشه وريحتها حلوه وطعمها حلو وبتاع؟ لا، انا مش هشتري كباب من كبابجي غير لما يوريني اللحمه وهي نيه الاول، وبعدين يشويها لي قدامي. عارفين لو عملنا كده هنحد من الفساد تماما. والجزار، انت بتروح تقطع حته اللحمه انت برضو شايفها قدامك، ما يقولكش هجيب من جوه واقطعها لك ويروح لففها لك في بتاعه ومديها لك. اللون والريحه والملمس، اللون لازم يبقى فاتح جدا، الملمس ما يبقاش مهري، كل ما تبقى مهريه كل ما تبقى فاسده، تبقى ماسكه نفسها جدا. والريحه باين أو يعني من الريحه كده تقدري تعرفي دي معفنه ولا مش معفنه. التقرير اللي جاي ده المفروض ان لحمة الراس والفشة والكبدة والكوارع والحاجات دي المفروض ان انت بتشيل الشعر من عليها، تخليها خالص، وبعدين بتحطها في تغليف معين وبتنقلها في درجة حرارة واطية جدا 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 في تلاجات عشان تروح تتخزن لوحدها. كل راس كده او كل كيس لحمة في حتة لوحده. وانس ان انت خزنتها بشعرها بدمها بكده خلاص فسدت، فسدت وعفنت وكل حاجة. هو ليه مش عايز يشيل الشعر ويجيب بلاستيك ويغلف وكده؟ لان ده اجر عمالة، مكان اكبر للتخزين، عملية النقل هتبقى طبعا بتلاجات قوية جدا فهتقف عليه اكتر، فيجي لما يديها المصمت هيبيع لك انت الكوارع والكبده والكلاوي كده غاليه. فالحل ايه؟ انه يفسدها لك عشان انت تاكل، وانت تاكل بالهنا والشفا. طب لو خيرتكوا تاكلوا اكل بايظ ولا ما تاكلوهوش خالص؟ هتقولي لا، عايزه اكل اكل نظيف ورخيص. ده حقك، بس ده مش حاصل دلوقتي، وابقى امينه معاك جدا مش حاصل. اولا من كل قلبي والله العظيم من كل قلبي هوطي على ايديكوا ورجليكوا وابوسهم مديريه الطب البيطري بالجيزه، مجهود غير طبيعي،
بشكر كل فرد في هذه المديرية وبقدركم وبحبكم وانتوا شرف لينا على كمية الضبطيات اللي انتوا بتضبطوها دي، والشرف والأمانة، ومفيش رشاوي ومفيش وسايط ومفيش أي حاجة. مباحث التموين ووزارة الصحة، مباحث التموين ووزارة الصحة دورهم قوي جدا جدا جدا، ولما كل دول نسقوا مع بعض عملوا حاجة قوية جدا. 100 طن لحمة فاسدة، عارفين يعني ايه 100 طن؟ 100 مش 100 كيلو، 100 طن يأكلوا كام مليون دول؟ لا، يأكلوا كام ألف؟ لا، 100 طن ده وزن، لكن هي لحمة الراس دي بتتقطع حتت صغيرة، والكوارع دي بتتعمل في طبق كده في شوربة. طبعا أنا ماليش علاقة قوي بالحاجات دي، ولا بحبها ولا بطيقها، ومعرفش الناس بتاكلها ازاي، بس يعني تمام انتوا تحبوها بالهنا والشفا، بس نخلي بالنا، نخلي بالنا. وهوريكم دلوقتي انا شفت ايه، انا شفت جريمة، ولا تقولولي قتل، ولا تقولولي اغتصاب، ولا تقولولي اي حاجة، دي جريمة بشعة. انك تأكل الناس اكل بايظ ومعفن وكله اخضر، وتاخدوا الدريف شوية بهارات و وتأكلوا للناس، ازاي؟ ازاي؟ فين الضمير؟ ومش كيلو ولا اتنين ولا مش خمسة كويسين وكيلو كويس، ولا 10 كويسين وكيلو، لا. الجشع والطمع وموت الضمير خلى الناس تعمل فينا حاجات وحشة قوي. بس هرجع تاني واقول لكم احنا ممكن نقاوم ده، ونحط ايدينا في ايدين مديرية الطب البيطري في وزارة الصحة ومباحث التموين، بان احنا ما نطلبش. اصل هي الحكاية عرض وطلب، لو هما عرضوا واحنا ما خدناش مش هيعملوا كده. وريني اللحمة اللي باكلها قبل ما تديها لي. هتقولوا لي يعني ايه؟ يعني عربية الكبدة تبقى واقفة فتحط لي الكبدة نية وتبتدي تطبخ قدامي؟ ده الكبدة بتاخد 10 دقايق على النار. الكبدة معلش بقى اسالوني انا، بطلبكم على الشربيني مره اعملها لكم. الكبده بتاخد 10 دقايق بالظبط. يعني لو هو جنبه التلاجه كده وقلت له هات لي حته الكبده دي، يقطعها ويحطها، ويحط بقى فلفل حراق، ويحط اللي هو زبده زيت، اللي هو بصل، اللي هو عايزه. هتقولي صعب قوي اللي انت بتقوليه ده، وصعب قوي برضه انك تبقى بتفرط في صحتك كده عشان تاكل. احنا بناكل عشان نعيش، مش بنعيش عشان ناكل. وانا من اكتر الناس اللي بتحب الاكل، بس لو هو الاكل كده والله العظيم ولا اكل ولا شم ولا اجي جنبه من بعيد ولا من قريب، ولا الكويس منه ولا الوحش. انا مش هتكلم كتير، لان انتم مهما يعني تتخيلوا انا كنت في ايه، مش تتخيلوا. نشوف مع بعض. زلت مصممة ان احنا نقاوم الفساد. ايه ده؟ عمري ما شفت جريمة كده. اللي بيعمل كده ده واحد بيقتل ملايين. خلي بالكم المصامت جدا. ده انا اولع في نفسي. مازلت مصممة ان احنا نقاوم الفساد، وما زلت مصممة ان انا اشيل من دماغكم استراتيجية ان الرخيص حاجة حلوة، وما زلت مصممة برضو نعرف ان مش لازم ناكل عشان ناكل، لا، الاكل ده احنا موجود عشان ناخد منه الفيتامينات. فاكرين جورج سيدهم الله يرحمه لما قالك احنا بناكل عشان نعيش، مش بنعيش عشان ناكل؟ عارفين لو غيرنا القصة دي هننبسط قوي. يعني زي مثلا انا عايز اكل لحمة، انا باكل لحمة ليه؟ باكل لحمة عشان فيها حديد، عشان فيها فيتامينات، عشان بروتين، فهيبقى كويس قوي لجسمي، فاقدر اعيش بشكل احسن. لا، احنا مش بنفكر كده، احنا بناكل لحمة عشان اللحمة دي بيبقى حاجة نفسنا فيها وعايزين ناكل منها كتير، واللحمة غالية، مش أي حد
حياة دبان مغطيه ان احنا واقفين قدام 100 طن لحمه فاسده. فانا اسفه ان انا هقعد اعمل كده. اللحمه زي ما هي مفيده، اللحمه بتجيب نقرس، اللحمه بتجيب كوليسترول. لا انا مش بكرهكم في اللحمه، بس قصدي اقول لكم ان مش عشان اللحمه ب 100 جنيه فاللحمه دي تبقى حاجه يعني اللي بيجيب لحمه ده الجدع يعني. مش بكرهكم فيها والله، بس لو بايظه ما ناكلهاش، لو بايظه ما ناكلهاش. 100 طن اتمسكوا في ابو سمبل، كانوا هيتوزعوا على مصامت القاهره الكبرى كلها. عارفين يعني ايه 100 طن؟ انا مش بقول 100 كيلو، 100 طن. عارفين كانوا هياكلوا كام واحد؟ ما زلت مصممه اني اوديكم الضبطيات اللي بيتم ضبطها، ودي اللي بيتم ضبطها. يعني في ناس كتير قوي مش بيتم ضبطهم، لان احنا في اماكن كتير قوي وقرى كتير قوي ونجوع كتير قوي واحنا عددنا كبير قوي. في الحلقه دي هنقول لكم ازاي نقدر نعرف اللحمه الكويسه من اللحمه، عشان لما ما يبقاش فيه طلب مش هيبقى فيه عرض، وهيخلوا بالهم التخزين، وهيخلوا بالهم من النقل، وهيخلوا بالهم ان انت مش بتاكل اي حاجه. انت مش حيوان، انت بني ادم، انت مش حيوان، انت بني ادم، ولازم تاكل احسن حاجه. لما ندخل دلوقتي ونبص، انا بقول ان دي لحمه الغلابه اللي هي الفشه والكرشه ولحمه الراس وبتاع، وتلاقي له كيس اللي رايح السيده زينب واللي رايح الحسين واللي رايح مش عارفه فين، ومكتوب من اجود انواع اللحوم ومن اجود مش عارفه ايه. تعالوا نشوف مع بعض. اولا 100 طن دي كارثه، 100 طن اتضبطوا، في اكيد اطنان واطنان واطنان غيرهم ما حدش لسه عارف هما فين. في ناس بتنقل الحاجات دي وبتوديها وبتدخلها وبتبيعها من غير ما نحس بيها، لانك عشان ترشد على ضبطيه ده اكيد بياخد مجهود كبير جدا 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 من الناس بتوع الطب البيطري ومن التموين اللي انا دايما بحييهم الحقيقه. الدبان مغطي طبعا اللحوم زي ما انتوا شايفين، لحمة الراس، الراس اللي بتتباع، اللي انت تروح بقى تنبسط قوي انك بتاخد راس وتعمل عليها شوربة وبتاع وهي فاسدة تماما. كل دي لحمة بايظة، كل دي لحمة بايظة. تقولي بايظة ازاي؟ بايظة لانك بتنقلها من مكان لمكان زي ما انت شايف، ممكن في عربية نقل مش في تلاجة. في تلاجة ما فيهاش درجة الحرارة اللي لازم تحافظ على اللحمة، بتتجمد وتتسيح كذا مرة، مليون حاجة ممكن تفسد اللحمة، وفي الآخر يجيلك كم من الأمراض غير طبيعي في الكبد وفي الكلى وفي غيره، وممكن قوي تؤدي لموتك. اللحمة اللي احنا شايفينها على العربية دي اللي متغطية بالدبان ده، وهو الدبان الوحيد اللي يستحق ان هو ياكلها، دي العربيات اللي بتتحمل عشان تروح تتعدم. تتعدم ازاي؟ زي ما قلنا بناخدها ونحطها في فنيك و و و. تعالوا بقى نروح نشوف التلاجات اللي جوه اللي فيها اطنان واطنان من اللحمه اللي ضبطوها. عايزك بس تجيب المنظر ده، مقرف ازاي؟ دي ايه دي؟ دي رجلين كوارع وكده؟ ده اللي هي الفشه والكرشه والحاجات. بص بص وريني كده كام. بعد اذنك كده انا عايزه اوري بس الشكل. تقرب نوريهم المنظر ده، بس هموت من الريحة لو حصل لي اغماء فجأة. ما ده كم قد ايه ده؟ دول مش 100 طن دول، انا فاهمة دي كل جروس. ده ايه اللي بيوقع عليا؟ ماشي، روس وكوارع وفشش.
ايه طب انت حطيتها في التلاجة ليه؟ مش هي بايظة خلاص؟ اه بايظة. حطيتها في التلاجة ليه؟ هما يا صاحبات اللي حاطينها. احكيلي بقى، المكان ده فيه تلاجات، التلاجات دي كان فيها الأعداد دي، التلاجات دي تبع ايه؟ يعني احنا في ايه؟ احنا في مزرعة، احنا في ايه؟ لا هي حضرتك المنطقة اسمها عزبة عبد الصمد، تبع المنصورية من شيط القناطر. بتاعت حد ولا بتاعت جهة ولا بتاعت ايه؟ يا فندم بتاع طبعا، هو فيه التلاجات دي مؤجرة، طبعا كل عميل بيجي اجر مثلا غرفه اتنين تلاته، يعني ده عميل. فده عميل مأجر تلات غرف هنا. مين بقى تعرف؟ لا هو حضرتك الاسم في المحضر، فما ينفعش ان احنا نقول عليه دلوقتي. ليه بعد كل ده ما ينفعش تقول عليه؟ لا هو حضرتك ما يعني اسمه مكتوب في المحضر، والحاجات دي هيعلن عنها بعد كده ان شاء الله باذن الله. يعني طبعا زي ما حضرتك شايفه ان ديت تلاجه من ضمن تلات تلاجات بالارقام الرهيبه الموجوده ديت، عباره عن هو حاططها كده من غير اي طبعا. هو في سوق تخزين حضرتك رؤوس المواشي، يعني هو مخزنها كده؟ مخزنها كده يا فندم، واللي طرحها في الاسواق ويوزعها على المحلات والمصامت اللي بتشتغل. هي الراس دي عشان تتخزن صح تتخزن يا فندم. ابسط حاجه ان هو لازم يتشال الشعر دوت، ماشي، وبيتشال المخ، لان دي من الحاجات اللي بيحصل لها عفونه عفن بسرعه، وتتنضف كويس وتتحفظ في برانيك او اكياس. ومده الحفظ هو طبعا بالطريقه ديت ممكن بقى لها شهرين ثلاثه زي ما هي كده فتره لزقت. انا عايزه بس تعالى يا قولين، عايزاك بس تعالى. لا تعالى، عايزاك حاسب عايزاك تركز. لا هنا بص، الحته اللي فيها دم في النص دي، بص الحاجه محطوطه بدمها ولازقه في بعض. اسم المجزر زي ما هي كده اهوت، وام خزنها زي ما هي. ده بدمها هو ابسط حاجه، ما شالش الشعر اللي المفروض يتشال، تتنضف تتصمت كويس، بيسموها تتصمت، تتصمت كويس وتتخزن باسلوب احسن من كده، لان كده بنضمن ان طريق اسلوب احسن من كده. ايه ده مصيبه سودة. لا كده ده ضغط، هي مش مخزن كده، ده هو كده غلط. ما انا بقول لسيادتك هو ليها نظام تاني غريبة تخزين، وبعدين تخزينها المفروض ما يزيدش مثلا عن اسبوع، لان دي بتعامل زي الحاجات الفريش. يعني دي دي حضرتك عباره عن فشه اللي هي العلاقه بتاع الحيوان، او الرئتين بتوع الحيوان. دي بقى فشه وكبده و لا لا هي فشش، هو لا من دي فشش، بتبقى علاقه، بتبقى الفشه وجايبها زي ما هي كده من المجزر، وفي بعض الاكياس فيها كرشه، بيتم طبعا تعبئتها في اكياس وتخزينها بنفس الاسلوب السيء اللي هو شغال بيه. طبعا دي لحمه فاسده طبعا كلها خلاص. لا احنا لم نكتفي بالكشف الظاهري بتاعنا ان هي غير صالحه، فتم سحب عينات للمعامل المركزيه لوزاره الصحه ومعهد بحوث صحه حيواني الخاص بوزاره الزراعه عندنا، والنتيجتين طلعوا غير صالحين للاستهلاك الادمي. دي ايه دي بقى؟ ديت زي ما احنا شايفين كده الكرشه، جايبها زي ما هي، زي ما جابها من المجزر وعباها في الكيس زي ما هي وخزنها. هو طبعا بس دي مصيبه دي. طبعا دي حضرتك من ضمن الاخطاء، يعني مش عارفه اعمل ايه، مش عارفه اقول ايه. بس حضرتك يعني تغير في محدش هيحس باللي انا حاسه بيه غير وانا واقفه هنا، لان احنا واقفين والرجلين حوالينا والفشش والبتاع تحت رجلينا بعد اذنك، بعد اذنك تيجي هنا عشان انا عايزه اطلع اوري الناس حاجه. الريحه انا هيغمى عليا في اي لحظه، فخلي بالكم، ولو ريحه الفشه واللحمه مسكت فيا خلاص يبقى انا ضيعت. ده ايه؟ انت جاي بيوردي الرجل اللي معموله في حته والراس اللي معموله والدم اللي متكون، وبعدين تاخد الراس دي تعالى حضرتك كده عشان النور، توديها لمصمت وتاكل بقى لحمه الراس والفشه وبتبقى مبسوط قوي. الكميه الحاجه دي كانت هتتوزع على مصامت القاهره. شوفوا بقى لما مصمت القاهرة بس انا بتكلم في المصمت بقى اللي انت بتروحه وتاكل لحمة راس وكوارع وفشة وكبدة وتبقى مبسوط انها في المصمت، بيغسلها كويس ينضفها، فمع التوابل يحط بقى ليمون وملح زي ما قلت لكم، بقى ليمون وملح وفلفل وشطة، الحاجات دي كلها بتشيل اي ريحة او بتشيل اي حاجة ظاهرية غير طبيعية فيها. يعني دي مشكلة ان القانون في الجريمة اللي انا واقفة قدامها دي مش هيبقى سجن لمدة طويلة ولا سجن متهيألي خالص.
ولا اي حاجه خالص. انت ممكن تجيب لي بس تفاصيل الروس دي؟ لا من غير ما نشيلها، بس الروس اللي محطوطه دي لازقه في بعض ازاي وبينهم؟ ما يعني انا عايزاك تجيب يا رادي ان انا عايزه اوري الناس ان الاهمال لدرجه ان هو مش حتى شايل الدم ده الروس جايه بدمها محطوطه لازقه في الراس اللي جنبها بدم متجلط. يعني الحاجات دي جت، انا ما اعرفش حطيتها في الثلاجه ليه بصراحه. هو متعشم ان هو يحفظها، بس هو طبعا سلك الطريق الخطا، يعني هو حب يعمل حاجه صح فسلك الطريق الخطا. ايه الحاجة الصح في ان هو يعمل كده؟ لا هو ان هو عاوز يخزنها عشان يوزع. هو حب يعمل حاجة صح فيحط حاجة بشعرها كده طبعا هو المفروض ليها نظام معين. هو مش عارف؟ ما تتحفظش؟ مش عارف؟ ولا هتاخد منه فلوس ومجهود عشان يعملها صح؟ هو طبعا بيوفر فخزن كله. بيوفر يبقى بس دليل انه حط الكرشة مع الروس مع ال يبقى ما اسمهاش ان هو كان عايز يعمل حاجة صح. لو عايز يعمل حاجة صح مش هيحط الاكياس مع الروس مع الفشة مع هو بيوفر، لانه عشان يشيل الشعر ده وعشان يعمل عشان يجيب تلاجة لكل نوع هتبقى تكلفة اوفر، ومش هيقدر يبيع لنا الحاجات الرخيصة عشان نبقى ضد الغلاء، عشان احنا ناس غلابة وناكل ونستمتع باللحمة البيضة. محدش متخيل انا شايفة ايه يا رب، مش متخيلة ان الكاميرا هتجيب صح هذا المنظر المقرف المزعج اللي يبين ان في بص الحاجة محطوطة ازاي اللي انتوا بتاكلوها دي، ده متخزن كده، الدبان هياكلنا. بصوا غامقة ازاي. دي حاجة فيها جوه التلاجة. ها بصوا السواد كتير قوي جوه مني. تعالي خش جوه اهو. اخش جوه ازاي في القرف ده؟ ابعد يا راضي، والله لا دخل عشان الناس هدخل بعد اذنك، بس عشان انا لو وقعت على حاجه من الحاجات دي هموت من القرف. شايف يا راضي؟ شايف الخضار؟ بصوا يا جماعه اللحمه. انت شايف الخضار اللي في احنا جوه التلاجة. ها شايف؟ استنى معلش، انا شايف الخضار والعفن اللي موجودة في اللحمة اللي احنا بناكلها. عمري ما هاكل لحمة. بص 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 اخضر ازاي، اخضر ومعفن، وبعدين هياخده يقطعه ويعلقه لك في المصمت ويغسله ويحط لك عليه ليمون وبتاع وهو كده، ويشيل الحته اللي على الوش الخضرة دي وخلاص. بص ممكن السنجان جايب الخضار ده؟ معلش ما تخبيش. لا انا خلاص التاني اهو، هو كله معفن. بص ده اوسخ. ايه بقى مش مكتوب حاجه؟ يا نهار اسود يا نهار اسود، ايه السواد ده؟ دي اوسخ من كده برضه. ده اوسخ من كده صحيح. بص دي المعرفون تحت خالص، كل ده عفن، كل ده معفن. ايه ممكن بس توعلي الكيس ده شويه عشان دي ايه دي؟ فشه يا دكتور دي؟ دي يعني من عند حضرتك كده عشان طبعا فشه، فطبعا اتغير لونها خالص، بقت لون اخضر نتيجه النمو البكتيري والفطري فيها، وطبعا لو فتحنا اكتر ممكن. ويباعها ازاي دي يا دكتور وهي خضرا؟ بص يا فندم، هو طبعا طريقه التخزين غلط، فالحاجه اللي تحت دي بتبقى مكمخه على بعضها، بس هي طبعا الالوان ديت دي حاجه اب نورمال في اللون بتاعها، فده تغير في الخواص الطبيعيه بتاعتها. لا انا هيباعها ازاي كان لما تفهم؟ هم بياخدوا الحاجه دي ويغسلوها ويعملوها زي ما حضرتك عارفه بقى بالملح والخل والسبايسز اللي بيحطوها عليها، فبتغير كل الكلام دوت. بص يا رد، كل ما تحت
كل حاجه مكمخه على بعضها يعني لازقه في بعضها فتعمل عفن. مكتوب ايه على الكيس والنبي؟ عايزه يا واحد يا فندم ممكن نجيب لحضرتك كيس تاني؟ ممكن نجيب. مكتوب ايه على الكيس؟ محلات الجرن او الجرن فواكه اللحوم الجرن جرن ده طبعا بيلم منها طبعا الحاجات ديت ويبيع فيها يعني كل الاكياس مكتوب عليها. عايز اصور ورقه ده واضح خالص. اصبر مع تحيات المعلم محمود الجور. ده طبعا بيلم له الحاجات ديت وهو بياخدها يجي يخزنها هنا في الثلاجات بالطريقه اللي حضرتك شايفاها. مين لي ايه ده؟ انا عايزه الطو والله العظيم ما بهزر. ده ايه ده؟ وانت بتاكل لحمه في بيتكم بعد ما بتشوف الحاجات دي؟ ما باكلش الحاجات دي والله العظيم بجد. يعني انتوا اللي بتضبطوا الحاجات دي وعارفينها وبتاكلوا بعد كده عادي؟ بص انت شايف؟ ها؟ شايف اخضر باين يعني اللون ده في ليه؟ ليه 5 مية او 5؟ بص اخضر ازاي؟ بص العفن. حسبي الله ونعم الوكيل. كل الحاجات اللي تحت دي كلها بايظه. بايظه هي مش مساله بايظه على فكره قدها مساله ان بصوا اعمل ازاي وانت بعد كده تروح تاكلها. دي زي ما بيقولوا لازم يتشال شعرها ولازم تتحفظ كويس في كيس كويس وليها ضوابط للحفظ. المعلم فين؟ مع تحيات فعلا محمود الجرن. بص يا راضي اللمسة الجميلة في الطعم والوقت والحدق يفهم. لا فهمنا ومن غير حداقة ولا اي حاجة خلاص فهمنا. لهوي القرف ده بقى. طيب يلا يلا. دي لحمة سودة معفنة مش عارفة اقول ايه مش عارفة اقول ايه غير ان ما تاكلوش الحاجات دي. بص وانا ماسكة عملات. بص مش مسألة انها تدوب في ايدك مسألة ان ازاي كده مهرية من العفن. دبانة غطاني مش عايزة ادوس على نعمة ربنا برضو. يعني ايه كده؟ مش ممكن يكون ده طبعا. شايفة ايه؟ كوارع. ودي طبعا اكبر تلاجة موجود فيها مخزن فيها كوارع وفيها طبعا كرشه وفشه. ايه الكميه دي؟ حضرتك 100 طن يعني. لو يعني الناس بتاكل الكميه دي؟ احنا عندنا ناس بتاكل كوارع وفشه. على اساس ان هو هيوزع دي غالبا هتبقى على المحافظات كلها لان دي مش معقوله هيتقاها في القاهره والجيزه فقط بس يعني. ما انا شايفه الاكياس اصل حد واحد. ما هو ده مورد بيجيب له اللي هو السقط زي ما بقول لحضرتك الكرشه والفشه والكلام دوت وبيلم الحاجات دي بقى من مجزر من كده وبيخزن على اساس بيبيع او بتبقى صفقه هو بياخدها بسعر قليل او كده يعني. ما انا عشان اعدي لازم هدوس على الاكل. ما حضرتك انا نطلع فوق ادوس على الاكل يا فندم. ده اكل بايظ. ما دي حضرتك لا بايظ ولا مش بايظ برضو ادوس على الاكل ازاي؟ مش عارفه اعمل ايه بس عايزه ادخل اوريكم. انتوا بتطلعوا عليها ما انا عارف. طب معلش ممكن الخشبه دي عشان ما ادوسش على الاكل. الخشبه دي ممكن احطها بس كده عشان اعدي ما ادوسش على ال مش قرف والله ما انا دوست بس يعني. ده ايه ده؟ ايه ده؟ حتى الكوارع حضرتك مخزنها في شعرها كمان. معلش يا شيخ
على الاكل. طيب هيتولع فيه ده، انا هولع في نفسي من اللي انا شايفاه والله العظيم. معقوله يعني انا غطيت جرايم بعد شهر روسي الحقيقه، و اللي متركب واللي مش متركب شعري، يعني اللي مش متركب ومش... ايه ده، عمري ما شفت جريمه كده. دايما بنروح نقول واحد قتل واحد، واحد قتل. انتوا عارفين اوقف على ايه؟ دايما نقول واحد قتل واحد، واحد قتل امه، واحد قتل ابوه، واحد قتل ده، واحد بيقتل الملايين. اللي بيعمل كده ده واحد بيقتل الملايين. دي تلاجة لتخزين اللحوم اللي انا فيها دلوقتي دي. انتوا مش شايفين انا شايفه ايه؟ انا شايفه جلد، وشايفه فروه محطوطه مع اللحمه، محطوطه مع الراس، الرؤوس كلها تحتيه كلها عفن ودم، عفن في كل حته. وهو متخيل كده ان هو بيكسب او بيعمل شغل كويس، وكاتب لك على الكيس مع تحياتي، والحدق يفهم. لا فهمنا ان احنا رخاص، وفهمنا ان احنا بيضحك علينا، وفهمنا ان خلي بالكم المصامت جدا، خلي بالكم المصامت جدا. هطلع واقول لكم، بس هي مشكله انك مش تقدر تكتشف اللحمه بعد ما بتحط عليها التحابيش و اذا كانت صالحه او لا. لكن انت هتروح تشتري الحاجه، هوريك تعرف اذا كانت فاسده او لا. انا عايزه كاميرا تجيلي هنا تشوف اللي انا شايفاه. تعالى بقى كده جنبي يا قوليد، وري الناس اللي انا شايفاه. عايزاك تقف كده وتديني كلوز اب مثلا على راس الجاموسه اللي هناك دي، تجيب لي كده تفاصيل ديتيلز بتاعه الروس والدم المتجلط والعفن اللي في كل حته، وهذا الكم من اللحمه الفاسده اللي كنا هناكلها وناكلها لعيالنا، ومتخيلين كده ان احنا بنشقى وبنتعب عشان نجيب احسن حاجه، وهي ولا احسن حاجه ولا حاجه. ماله البتنجان، مالها الطماطم؟ حتى الطماطم بقت 8 جنيه. بس معلش معلش، ده بس اللي اتظبط يا جماعه. بصوا كم دي ثلاجه واحده من ضمن 6-7 ثلاجات. ولا تتخيلوا الريحه، ولا تتخيلوا انا حاسه بايه دلوقتي، ولا تتخيلوا انا شامه ايه، ولا تتخيلوا كميه القرف اللي انا حاسه بيها. بس انا كنت مصره ان انا اعرض نفسي لده عشان لازم اوريكم هذا المنظر. رودي تعالى هنا، شوف الهرم اللي الناحية التانية شكله ايه. هقطع ايدي. والله العظيم والله العظيم ما عارفة اقول ايه، بس هو المنظر بيتحدث عن نفسه. كل ده كنتوا هتاكلوه، معفنه بدمه كل حاجة. انا عايزة بس قوليت تعالى واري بس الناس حطت مع لحمة الرأس الجلد والفروة، حطت مع لحمة الرأس الجلد والفروة، الفروة اللي بتبقى ريحتها معفنة. في اي حتة في العالم مش ممكن يكون بيحصل كده، مش ممكن يكون في موت ضمير كده. وده بقى ولا حكومة غلطانة ولا وزير مش عارفه ايه. الناس اللي مسكوا الضبطيات دول زي ما بقول لازم نروح نبوس ايديهم، لازم نروح نبوس ايديهم ان هم حموكوا. ناس بتوع الطب البيطري دول عظام، لازم نضرب لهم سلام كده وننحني لهم، نقول لهم برافو، استمروا احمونا. امننا واماننا ما طلعش بس في داخليه وفي حراميه وكده، ده امننا الحقيقي، صحتنا وعمرنا. و ايه ده، ايه الضرب في الظهر ده؟ ضرب في الظهر صعب. ايه اقول ايه؟ اشتم
اتحسر، اقول ايه؟ الحاجة دي كانت لسه هتتنقل للمصامت في المحافظات، يعني بعد العفن والقرف ده كله لسه هتتنقل للمصامت في المحافظات، هتتنقل بقى بطريقة سليمة؟ يعني اللحمة الفاسدة هتفسد أكتر ولا لأ؟ أنا مش عارفة الكاميرا جايبة اللي أنا واقفة فيه ده ولا لأ، مهما أقول لكم أنا شامة إيه وشايفة إيه وحاسة بإيه مش عارف اقول لكم، من فضلكم ما تقبلوش على الحاجات دي غير لما تتاكدوا انها صح. مش معنى انها لحمه تبقى حاجه حلوه، مش معنى انها تبقى لحمه تبقى حاجه حلوه. احنا بناكل عشان نعيش، مش بنعيش عشان ناكل. ما تخليش الناس دي تبقى عايزه ان احنا في طلب كبير بتعمل فينا كده، تعمل فينا كده وعشان تدينا الحاجات بسعر قليل بتوفر في تموتنا، يكسبوا كتير قوي ويعملوا فلوس على حساب صحتنا. اعمل ايه؟ ارجع ازاي ولا اعمل ايه؟ اروح فين؟ مش عارفه، ما ادوسش على حاجه. خلاص يا لهوي مساء الخير. ازي حضرتك؟ اهلا بيك. ازي حضرتك؟ من غير التفتيش. انا بحييكوا والله، لسه بقول يعني انكوا ابطال، والله العظيم لسه بقول انكوا ابطال ولازم تكرموا على المجهود اللي انتوا عاملينه ده، ولان انتوا بتحمونا حماية من كارثة. دي كارثة يا فندم. كرمنا الحقيقي ترضوا علينا بس. لا ده ربك فعلا، ربنا يرضى عنكم ان انتوا تحموا الناس من القرف ده. بتجيلكوا ايه؟ بتجيلكوا اخبارية ولا يعني التفتيش ده بيجيلكوا ايه؟ عن طريق معلومة ولا بيحصل ايه؟ عن اخباريات وحاجات. انا عايز اتكلم في النقطة دي. اولا دي احنا بنعتمد على المعلومة والاخباريات من الناس، يعني ممكن واحد يبقى ساكن وقدامه شقة واحد فاتحها للتصنيع وللحاجات دي، يقول لك انت ماشي. لكن هو الصح فين؟ انا رايي كده اللي بقول، المفروض الاحياء ومجالس المدن يبقى يعني رئيس الحي عنده المكان بتاعه والموقع بتاعه، اي حاجه عارف، عامل رصد لكل حته. هو ده اللي انا بقوله. بيبقوا عارفين يا فندم، بيبقوا عارفين. لا يجي بلغنا، ملزم يجي بلغنا. يبقى انا هو ما تزعلش مني، هو رئيس الحي في تحته منظومه برضو، في جزء منها فاسد، بياخد رشوه، يروح يفتش يلاقي حاجه مش صح، يعدي دي، وحضرتك عارف وانا عارف. اصل عشان ده ما بيحصلش يبقى انا ايه؟ بالصدفه انا مسكت حاجه في 20 حاجه بدلهم غيرهم، انا ما بعرفش امسكها. لكن ده اللي انا بقوله. المفروض حاكم المنطقه بتاعته ومحزمها وعارف كل حاجه بتتبني، كل حاجه بتتعمل. هو اللي تحت رئيس الحي مش كلهم مظبوطين. لا هو لو شد حلو يشد حيله. برافو عليك، صح. انت تقدر تخليه يشد حيله، صحيح والله. مش عارف اقول لكم برافو ولا ايه، لان احنا لازم، انا يعني دايما من الحلقه اللي قبل فاتت وانا بقول للمصريين كلهم ان انتوا ناس فعلا لازم تكرموا، لان كان ممكن قوي تشوف حاجه زي كده وتطنش. بس الشكر كله للدكتور اشرف. اتفضل يا دكتور معانا، اتفضل. ازي حضرتك؟ مشرفونا. بحييكم وبقول لكم يعني كلنا لازم كمصريين نقول لكم شكرا على المجهود. لا ده احنا بنشكر حضراتكم ان انتم متابعيننا في شغلنا على طول، وبتظهروا للناس برضه السلبيات اللي موجوده والمشاكل اللي موجوده، فشكر يعني. وانتم مثال برضه للناس اللي مش مطنشه يعني. الحمد لله. يعني مش بتشوفوا ضبطيه وتعملوا بروباجندا عليها وتقعدوا مثلا كتير، لا شايفين شغلكم صح. كميه اصلا اعدام هذه الكميه مجهود غير طبيعي. احنا في تنسيق كامل بيننا وبين المحافظه وبين المراكز والاحياء، يعني احنا مش منعزلين عنهم ولا هم منعزلين. ما ينفعش تشتغلوا لوحدكم يا فندم، لازم يكون في تعاون يعني. شوفي حضرتك، احنا في لجان اسبوعيه على مستوى جميع المراكز والاحياء، بيكون الطب البيطري مشارك فيها. بينزل فريق من الصحه ومن البيئه ومن الحي ومن الطب البيطري، وبنعمل شغل كويس جدا. ده بالاضافه طبعا لتحليات المباحث برضه، انا يعني بشكر شكر جزيل للفريق مباحث التموين
لان بصراحه ناس مدعميننا من زمان بصراحه، بيشوف شغلهم بطريقه الحمد لله مدعمين، يمكن يكونوا يوميا موجودين عندنا في المديريه وبننزل مع بعض، سواء المعلومه بيكون عندهم او بيكون عندنا، فبيكون في تنسيق كامل بيننا وبينهم، والحمد لله يكون التوفيق بقى ربنا اللي بيوفق. انتوا بس عشان المصريين بقى يحفظوا، الاداره بتاعتكم اسمها ايه للطب البيطري؟ لا احنا مديريه الطب البيطري بالجيزه. مديريه الطب بالجيزه، عشان لازم نحفظ الاسم ده كويس قوي، لان انتوا ناس جميله وبشكركم جدا وبحييكم جدا. بعد اذن حضرتك كان برضو يعني عايزين نطمن الناس، مش كل المنتج ومش كل اللحوم اللي في السوق يا جماعه فاسد غير صالح، يعني كمقياس نعرف منين؟ لا انا اقول لحضرتك، احنا عندنا مثلا على مستوى محافظه الجيزه 25 مجزر كبير للحوم الكبيره، 25 مجزر دول الحكومه يعني بتوع الحكومه تابعين للهيئه العامه للخدمات البيطريه. انا كمحافظ الجيزه عندي 25 مجزر لحوم كبيره، 25 مجزر دول اللحوم اللي خارجه منهم لحوم صالحه لاستهلاك الادم. ما هي بتخرج يا فندم، ما هي بتخرج يا فندم، طريقه النقل دي بتخليها ممكن تبقى فاسده برضه. لا يعني الحاجات دي بتكون فريش فبتتباع. المجزر نفسه ما بيبيعش ولا ايه؟ لا المجزر ما بيبيعش. عشان كده احنا بنتكلم عن طريقه النقل بقى، الجزار بيجي عربيته وينقل، الله اعلم هينقل صح ولا هينقل غلط. يعني بيكون في مشكله في انا عايز اعرف بس هل في ايه خرابي؟ بص اقطع رجلي ولا اعمل ايه؟ اقطع رجلي؟ مية ايه يا فندم؟ ده قدموا رجلي مع اللحمة. عندنا مطاهر يا فندم، عندنا مطاهر. مطاهر ايه يا فندم؟ طب لا بس هي حاجة مقرفة قوي. بعد اذن حضرتك برضو عندنا برضو بالنسبة للدواجن عندنا في ايه، لكن يا فندم مفيش، انا دلوقتي واحدة رحت اشتريت كيس لحمة، مفيش اي حاجة، بما ان حضرتك ليك خبرة في الموضوع ده، اعرف كست بيت اذا كانت اللحمة دي فاسدة او لا. شيء طبيعي، لا بالعكس ست البيت ذكية جدا، ولو راحت لاي جزار عارف اللحمة كويسة من اللحمة الفاسدة. طبعا بيكون في علامات مميزة ليها، في اللون، في الملمس، في الريحة. ريحة يعني كل الحاجات دي، وست البيت ذكية. الحاجات اللي بناكلها بره بقى بتبقى عليها شطة وليمون وبتاع دي، لا المشكلة كلها في المصنعات، في بره المصنعات الخارجية. لكن لا، وبعدين برضو مش كل المصنعات بتكون غير صالحة، برضو في لحوم مستوردة بتخش البلد بيكون داخلة في تاريخ الصلاحية بتكون ممتازة، ما كانش ما فيهاش مشاكل. هو بس المشكلة اللي هم في ضعاف النفوس اللي بيحاولوا يحققوا ربح مثلا وافر بالمخالفة اللي هم بيعملوها، ودي طبعا احنا الحمد لله مع التنسيق مع مباحث التموين ربنا بيوفقنا، وان احنا بنضبط الناس دي. انا ربنا يوفق حضرتك ويوفقكم والى الامام، وتحيا مصر. شكرا. تحيا مصر. شرفتيني. الناس دي بتقول تحيا مصر بالفعل مش بالقول، الناس دي بتشوف شغلها صح، الناس دي بتحمينا. وهو قال نقطة صح، مش كل اللحمة كده، مهما اقول لكم على كمية القرف. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. كل التحية لمباحث التموين، كل التحية لمديرية الطب البيطري بالجيزة، كل التحية لأي حي أو محافظة هتتعاون. حاجة أخيرة بس، لأن أنا قلت بما فيه الكفاية، حاجة أخيرة أنا هطلبها منكو، من فضلك وانتي بتشتري اللحمة شوفي لونها، شوفي ريحتها، شوفي ملمسها، كل ده لو مهرية قوي تبقى بايظة، كل ما اللحمة تبقى مهرية تبقى بايظة. شمي، شوفي لونها، بلاش تاخدي وخلاص، بلاش تاكلي وخلاص. المصنعات اللي هي بتبقى في الاكياس اللي هي الكفته والمش عارفه ايه والبتاع، اشتري ماركات معروفه. مش هعرف اعمل اعلانات، مش هعرف اعمل اعلانات، مش هعرف اقول، لكن احنا ممكن يعني لو القناه تسمح لي بعد كده ان انا اقول اسامي منتجات لحوم تبقى امنه، تاني لو القناه سمحت لي ان انا اقول اسامي منتجات لحوم امنه تقدروا تستعملوها، مكشوف عليها من وزارة الصحة، ما معمول. لكن الحاجات اللي بنلاقيها تحت السلم دي والأسامي لأي كلام والحاجة اللي ما متخزنة بقالها 20 سنة وانت مش عارف دي مفرومة معها ايه، يعني كل ده بيتاخد ويتعمل منه مفروم، وكل كفتة، كل مش عارفة ايه متبل بالايه، روحي حمري بسرعه اللحمه وكلي بالهنا والشفا، وانت مش شايفه بقى، ما كله اتبل، انت مش شايفه ولا لون ولا اي حاجه. وبالذات في المصامت، بالذات في المصامت، بتوع المصامت حبايبي وبحبكم والله، بس انا لما اشوف 100 طن كانوا هيتوزعوا على المصامت بهذا الشكل، لازم اقول للناس خلي بالكم.
اعرض حاجتك قبل ما تحط عليها الحاجة والناس تنقي واعمل قدامهم. اعرض حاجتك والناس تنقي واعمل قدامهم عشان تشوف لونها قبل ما تتبلها، عشان تشوف ريحتها. لان ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش ناكل الحاجات دي، وما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش. مرة تانية بشكر مدير الطب البيطري بالجيزة، مباحث التموين، انا بحبكم من زمان جدا، انتوا ناس جميلة ومحترمة وبتعملوا ضبطيات قوية جدا جدا. ارجو ان احنا نتعاون في الفترة اللي جاية عشان نوري الناس المجهود اللي انتوا بتعملوه عشان نوعي الناس. حاجة اخيرة، تعاونوا معنا شوية. مش كل ما نروح نلاقي مصيبة يقول لك، يعني نروح مثلا يقول لك ايه ده المحل ده، الراجل ده قبل ما يقتل ابني كان بيبيع اسلحه وكان بيهرب مخدرات و و و. طب يا عم ما بلغتش عنه ليه وانت عايش جنبه؟ عشان ما كانش ضرك في حاجه. نفس الحكايه دي، التلاجات، الشقق اللي تحت السلم، المصانع الصغيره اللي بتعمل الحاجات دي بدون ترخيص، ما هي قدام بيتك وفي شارعك وانت شايفها، مش عايز تروح تبلغ عنها ليه؟ عشان المشاكل؟ عشان ما يحصلكش مشاكل؟ عمرك ما هتعمل خير ويحصل لك مشاكل، عمرك ما هتقف وتقول الحق ويحصل لك مشاكل. حتى لو حصل مشكلة كبيرة جدا 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 جدا، ده بيبقى برضو في خير ليك. أنا عمري ما هحرم أقول كلمة الحق، بالرغم من اللي حصل لي والله أعلم اللي هيحصل لي، مش هبطل أقول الحق لو على رقبتي. وعشان كده عندي ثقة إن كل حاجة هتبقى كويس. لما تشوف حاجة غلط لازم تبلغ، لما تشوف حاجة غلط لازم ترشد عنها، لازم يا جماعة لو كل الأحياء والمحافظات من دلوقتي أرشدت على المصانع الصغيرة اللي موجودة والشقق اللي بتصنع اللحوم والحاجات اللي مقرفة اللي زي دي، خلاص مش هيبقى في حاجة بايظة عندنا، لأن مش هيبقى في أماكن، لأن هيعرفوا إن الشعب واعي جدا 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 جدا، وإنه مش هيسكت إن هو يتغلط في حقه كده. أنت بتسكت على حقك كده. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. في أي حد بيعمل، أنا مش عارفة أسميها جريمة ولا مش عارفة أسميها إيه، أكيد في كلمة أبشع من ده، لأن موت الضمير ليه حد برضو، مش كده؟ تعالوا بقى نروح، غير الضبطيات دي والمجهود اللي هم عاملينه ده، عايزة أوريكم بقى نشوف إعدام اللحمة دي بيتم إزاي والمجهود الفظيع اللي بيتعمل فيها. تعالوا نروح نشوف هيتخلصوا من اللحمة دي إزاي. انا هديهم لك وامشي بصبري في الملكوت، يمكن في نورهم تلمحي خطوه تفرق معاك بين الحياه والموت.
باقي مني غير شوية ضعيف عني، أنا مش عايزه. لو كنت يوم هلمحك وانت بتوطي في معركة ما فيهاش ولا طيارة ولا جيش، وانت في طابور العيش بتبوس ايدي الزمان ينولك لقمة، بتبوس ايدي الزمان ينولك لقمة. من حقك المشروع مش باقي مني غير شهقة في نفس مقطوع، وانا صوتي مش مسموع يا حلمنا الموجوع من المرور ممنوع، وانا صوتي مش مسموع يا حلمنا الموجوع من المرور ممنوع. مستني لما يمر موكب صلاتي، مستني لما يمر موكب صلاتي، ومش باقي مني غير شوية كفر بشروقك على شوية رحمة من دينك على شوية صبر من دينك. مفروض انتوا كده يعني زعلتوا او اكتئبتوا، انا فرحانة جدا فرحانة جدا، وعايزة لو اضرب تعظيم سلام لان الحكومة بتحمينا يا جماعة. في ناس بتشتغل اهو، في ناس خايفة علينا اهو، في ناس بتعمل لصالحنا، ده يكفيني. ظروف البلد الغلاء بيغلى شويه ويرخص شويه، ايه لا مش حاسه، لا حاسه والله العظيم حاسه، بس صدقوني مش قد كارثه انك تاكل اكل بايظ او معفن، صدقني. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال جوعوا تصحوا، الناس عموما الاكل ده فيه ضرر، هتقول لك اه دي طالعه بتقول الاكل فيه ضرر عشان ما ناكلش بقى ونرضى بالاسعار، لا الاسعار غاليه واه الناس تعبانه واه كل حاجه، بس ما تاكلش اكل بايظ، تاكل قليل ماشي، تبقى محروم من حاجات ماشي، هنصبر ان شاء الله باذن الله باذن الله باذن الله. البلد مش تفضل كده، ياما بنقع وبنقوم وبنقع وبنقوم وبنقع وبنقوم وبنقوم اقوى من الاول. احنا كنا فين؟ احنا كنا فين؟ انتوا ناسيين؟ ناسين عدم الامن على الدائري وفي الشوارع، وموبايلاتنا اللي بتتخطف بموتوسيكلات، ولادنا اللي بتتخطف، والتثبيت طول ما احنا ماشيين بالليل، والضباط اللي ما كانوش موجودين ولا كان في امن وامان، والسرقات والقتل والفوضى، والمرور اللي كان متكربس، والبنزين اللي ما كانش موجود، والنور اللي كان بيتقطع كل دقيقتين. ناسين؟ احنا بقينا احسن بكتير، بقينا احسن بكتير، بس ان شاء الله باذن الله هنبقى احسن اكتر، ان شاء الله باذن الله هنبقى احسن اكتر، بس لازم نقاوم الفساد مع بعض. زي ما قلت لكم لما نشوف حاجه زي كده لازم نبلغ، لازم نقول ان فلان ده بيصنع لحوم في الحته الفلانيه، وان فلان ده بيعمل، وزي ما قلت لكم المصمت على عيني وعلى راسي، بس اعمل لي اكلي قدامي، هات لي حته الفشه، حته الكبده، حته الكليه، حته المش... الكوارع اللي هتدياني، اشمها والمسها كده وانقيها بايدي واديها لك تعملها لي. لكن كده لا، ده حاطط كل حاجه مع بعض يا جماعه، وحاططها في اكياس نايلون بلاستيك ما تنفعش. بص يعني ازاي ازاي؟ طيب انا عايزه بس قبل ما اخد التليفون عايزه اقول على المجهود الفظيع. انتوا شفتوا طبعا هما بياخدوا اللحمه دي بينقلوها على عربيات، لو تجيب لنا كده طريقه اعدام اللحمه، بياخدوا اللحمه على العربيات ويمشوا بيها ويدلقوها في الصحراء، وبيجيبوا الكساح ده اللودر يبططها على الارض تماما، وبعدين يدلقوا عليها الفينيك والجاز ويردموها. ده طبعا مجهود رهيب يعني عشان يعملوا كده في 100 طن او اكتر، او الضبطيات اللي كل يوم. بصوا قد ايه، بصوا قد ايه، مش قادره اصدق. بصوا اهم اخدوا جزاءهم، تحيا مصر، جدعان يا مصريين،
جدعان يا دكاترة في وزارة الصحة وفي مباحث التموين وفي مديرية الطب البطري بالجيزة، جدعان ورجالة وفي ظهرنا إن شاء الله دايما، ويا رب يكون المنظر ده عبرة لكل الناس اللي بتشتغل في الأكل الفاسد، لأنكم تمسكوا والناس اللي في المنطقة اللي انتوا فيها هيبلغوا عنكم، واحنا هنفضل مرة بمرة هنطلع ونقول اساميكم ونقول الضبطيات دي تبعكم عشان تحرموا ان انتوا تاكلونا اكل معفن. ارجعلي بقى. انا ماشي. نور، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا نور؟ ازيك يا استاذه ريهام؟ عامله ايه؟ الحمد لله كله تمام. انا مش عارفه اشكر حضرتك ازاي على اللي حضرتك جبته لنا النهارده في الحلقه دي. ربنا يخليك. خلوا بالكم حضرتك عندك كده دوت مفيش حد في الدنيا يقدر يعمله. ليه؟ كان مقرف. والله بتكلم بجد، كان مقرف قوي. يا استاذه ريهام انا حابه اقول لك على حاجه واحده، مش المكسوف ده بس اللي فيه اللحمه دي، في مناطق كتير قوي فيها اكتر من كده، من اول ما نشوط القناطر لحد محافظه قليل. طب ما تروحوا تبلغوا يا نور. يا فندم يا استاذه ريهام مين هيروح يبلغ؟ البلد دي ناس غلابه. يعني ايه وايه يعني وايه يعني ناس غلابه؟ والناس غلابه ترضى بالظلم يعني؟ هيرضوا بظلم هيعملوا ايه؟ اما واحده يروح الحي ولا يروحوا مباحث يلاقوا اللحمه هناك ب 30 جنيه يا ستي. ب 30 جنيه ولا ب 30؟ كل لحمه ب 40 فبيشتروا يا استاذه ريهام. بايظه. هيعملوا ايه؟ الناس هتعمل ايه؟ ناس غلابه. اللحمه بكام؟ لحمه ب 150 هنا. ياكلوا يا ستي ما ناكلش لحمه خالص. ما ناكلش لحمه يعني اللي مش قادر ياكل حاجات تانيه. ما ناكلش ناكل لحمه بايظه عشان لحمه رخيصه؟ في مبدا يقول كده في الدنيا؟ وهم ليه يبيعوا الحاجه دي؟ ليه ما يرعوش ربنا؟ عشان زي ما انت بتقولي كده، عشان زي ما انت بتقولي كده. ما هو لو خدها وخلاها وشال فروتها وحطها في ثلاجه لوحدها وجاب لها بلاستيك بتاعها المعين و هيوقفها لك في الاخر غاليه، فعشان يديها لك رخيصه بيفسدها لك ويعفنها لك. ده المنظر دوت حرام، ده ما يرضيش ربنا. هو ليه يرضي ربنا سبحانه وتعالى ان البني ادم دوت تيجي كده قدام العالم كله ويتشنق ويتقدم قدامهم؟ انا بشكرك يا نور. هو ده بقى اللي انا بقوله لكم، يعني خلي عندك انك يعني انا ما تزعلوش بس مني عشان انا بقول والله كلمه حق. اجي الاقي مثلا واحد وانا يا مدام ريام عايزك في موضوع مش عارفه اقول له ايه، يقول لي ده انا مش لاقي اكل ولادي ومش ولادي ومش عارفه ايه وبتاع، خلاص والاقيه معمي يعني عينيه دي ما بتتحركش من كتر البرشام، وعلبه السجاير في جيبه اللي ب 13 جنيه. يا عم ما انت جايب علبه سجاير ب 13 جنيه مش لاقي تاكل ازاي؟ مش قادره يعني. انا ما بقولش اه في ناس مرتباتها واطيه جدا، وفي ناس برضو مرتباتها واطيه جدا وبتقدر تنظم حياتها. هتقول لك دي مش حاسه، اقسم بالله حاسه، اقسم بالله حاسه، والناس صعبانه عليا جدا وكل حاجه، بس شويه تنظيم، شويه تنظيم في الصرف، ونعرف ان الاكل ده يا جماعه انا بشوف في الشارع ستات تخان قوي، والرجاله بكروش جامده جدا، ويعني انا ما بقولكوش ما تاكلوش، بس برضو مش هياكل الحياه اكل. يعني النهارده شفت تقرير، كان فين يا ربي؟ مش فاكره والله، كنت بتفرج على مين؟ كنت بتفرج حد من الاساتذه يعني، تامر امين او استاذ احمد موسى او مش فاكره مين. كنت بتفرج على حد ولقيت تقرير بيتذاع عن بيع السكر، وان الناس بتتخانق مع بعض عشان كل واحد عايز 4 كيلو سكر. قلت يا نهار اسود، كل واحد عايز المهم ان اللي بيتخانق ده ها سنانه باينه واقعه، سنانه واقعه كده، ده معناه ان عنده سكر. يا جماعه ده السكر ده السم الابيض، السكر ده السكر والملح ده السموم البيضاء بيسموها كده بره، وايت بويزن ده، لان انت لو جالك سكر كل حاجة تانية بتبوظ في جسمك. واحنا طبعا عايزين 4 كيلو سكر ليه؟ عشان كل شوية كوباية الشاي واربع معالق سكر، كوباية الشاي وخمس معالق سكر، مش صح. هو مش بالكم، لان انت في الاخر بتضر صحتك. احنا اوحش صحة، تعالوا اي حد فيكم يروح يعمل تحليل هيلاقي الدنيا متنيلة ب60 ليرة بسبب الاكل. نبقى معتدلين في اكلتنا، ونبقى عندنا وعي شويه ان مش كل حاجه رخيصه كويسه.
وان يا سيدي بتاكل اللحم كلها كل شهر، كل اكله حلوه بصحه بكده كل شهر لحم. طب اقسم بالله العظيم انا ما باكلش لحمه غير كل شهر شهر وشويه، ما انا مش صحيه اصلا. يعني السمك اصح، يعني التونه دي اصح من كيلو اللحمه. هتقولي التونه دي بتتكلم بقى في حته تانية بخمسه، لا طب ما هي يعني التونه بستة وسبعة جنيه، مش ب 150 جنيه الكيلو. شويه البتنجان اللي فيهم حديد على شويه الخيار على شويه الطماطم على الطعميه السخنه اللي اتحط عليها شطه احلى من مليون لحمه من اللي شفناها دي. هتقول لك دي بتكره الناس في اللحمه، مش بكره الناس في اللحمه، انا عايزه حاله ترشيد، ان ما يبقاش بنجيب ال 20 رغيف وال 30 مش عارفه ايه و 4 كيلو سكر و 10 ازايز زيت، وغير كده نبقى احنا مش عارفين نكفي البيت. كل حاجه بالراحه وكل حاجه بالتنظيم، وان شاء الله باذن الله ولا الاجور هتفضل هي هي ولا الاسعار هتفضل هي هي، انا متفائله جدا ان شاء الله. كمال من القاهره. الو، اهلا بيك. اهلا بحضرتك وشكرا جدا على الريبورت اللي انتوا عاملينه دوت. ماشي، مع ان الريبورت ده صدمني انا شخصيا عشان انا من محبي الاكله دي. وانا كمان والله، بس مش اي اكل. لا، وليا تعامل شخصي مع الراجل دوت بالذات. يوم افتتاح المحل بتاعه انا كان واحد صاحبنا عازمنا هناك، كان عامل بروباجندا جامده جدا عليه وانه من اكبر مستوردي الطقس في مصر، وي 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 وكلام كبير قوي عليه. طبعا يا رب يا رب يكون التعظ دلوقتي وهيمشي صح ان شاء الله. يا ريت يا ريت يا ريت بعد كده. طب الرقابه، حضرتك بتتكلمي على الرقابه، طب الرقابه دلوقتي المفروض ما ينزلوا على المحلات اللي هي بتبيع الحاجات دي يعني جاهزه ويعملوا عليها ربط ويفحصوها. بس عايز اقول لك ان هم كده بيعملوا احسن، دول بيروحوا للمنبع من قبل ما يوزع. ما اوكي، ما المنبع، ما الناس دي اصلا بتجيب، ما هو بيروح المصنع، هو بيروح المصمت بتبقى خلاص الحكايه اتعالجت، اتشال الحتة المعفنه واتغسلت لا برضه حتى لو اتغسلت برضه المفروض يعني لا، لو انا شلت الحاجات اللي على الوش اللي فيها الخضار دي وعملتها بخل وليمون وملح وفلفل وبتاع ورحت سلقاها لك وبعدين كده بقت صحيه يعني؟ يعني كده تتاكل؟ لا طبعا تتاكل. بتتاكل طبعا، امال هو كان هيبيعها ازاي؟ ماشي، ما هي تتاكل، بس هي غير صحيه غير ادميه اصلا. ما هي غير ادميه بس بناكلها. بس بناكلها وبتاكلوها وكل حاجه. ما ده معناها ان يعني معده المصريين دي معده حديد. الايه؟ بتحمل معده المصريين دي معده حديد؟ طبعا يا عم، معده المصريين انت بتهزر ولا ايه؟ ده احنا معدتنا والله ما بهزر، معدتنا حديد طبعا، لان احنا بناكل اكل يعني غير انه تقيل يعني ودسم وكل حاجه، لا بس في حاجات كتير قوي بناكلها بايظه طبعا. ولازم نخلي بالنا. مستحيل اقول تساؤل بس او استفهام حد بس يجاوبني عليه، مع اني حاجه يعني دلوقتي عندنا احنا بحيره ناصر اسمع عنها انها من اكبر بحيرات في ايه هي؟ انا مش سامع حضرتك كويس على فكره. هو بقول لي حضرتك احنا عندنا بحيره ناصر. ماشي، دي من اكبر البحيرات اللي بتنتج سمك عندنا. ليه لمصلحه مين بالظبط السمك بتاعها ما بينزلش القاهره ويتوزع على الجمهوريه كلها؟ لمصلحه مين؟ والله السمك ده احلى حاجه في الدنيا. ما احلى حاجه، اوكي ماشي، واصح أنا حاجه وانضف حاجه. اسمعي، انا دراستي بتقول ان السمك دوت كافي يعني بتاكل مصر وما تستوردش انا عايز اعرف بمصلحه. بس عايزه اقول لك ان موضوع السمك ده كمان كان بيحصل فيه لعب كتير ومزارع وقرف برضه وبتاع. ماشي، ما المزارع، طب ما انا عندي حاجه طبيعيه، ما بقول لك بحيره ناصر السمكه ما بينزلش القاهره، ليه؟ السبب عندي مين؟ مش عارف. والله ممكن نبتدي نسال الاسئله دي. انا بشكرك جدا، وتاني الجزارين دول حبايبنا وبتوع المصامت دول فوق راسنا من فوق، بس طمنا ورينا الحاجه وهي نايه يا عم، وبعدين حبشها لي واعملها لي واديها لي وكل حاجه، لان انا بعد اللي شفته ده انا مش هقدر، مش هقدر يعني. مع كل الاحترام والتقدير، بتستسهله وبتسترخصه عشان تبيعه للناس رخيص؟ لا، خلي الربح بتاعك اقل وامشي صح، ربنا هيرزقك من واسع. انت بتكسب مثلا 20% ولا 25%، يا عم اكسب 10%، وال 15 دول خزن لي بيهم اللحمه بشكل صح. كل ما انت هتراعيني وهتراعي ضميرك، ربنا والله العظيم هيفتح عليك من واسعه. انت فاتح عليك وبتجيب الاطنان وكل حاجه، هيبارك لك اكتر في صحتك وفي عيالك. ممكن يبقى عندك كل ده وعندك مصايب في البيت، ممكن يبقى عندك كل ده ويبقى صحتك منيله ب 60 نيله.
لو بس قللته التجار، قللوا في الربح، يخلوا المنتج سعره زي ما هو ويدوه للناس زي ما هو عشان ما نأثرش على الناس ولا نغلي عليهم، وقلل في الربح بتاعك ما فيهاش حاجه. مين؟ تامر. الو. ايوه اهلا بيك. ازي حضرتك يا استاذ ريان؟ الحمد لله كله تمام. والله يا فندم يعني انا اشكر حضرتك واشكر الشرطه واشكر كل واحد ساهم في الموضوع دوت، بس عايز افهم حضرتك يعني يوم ما هو ما هيتسجن هياخد قد ايه؟ لا مش هيتسجن، ممكن ما يتسجنش اصلا. بس هي دي المشكله. ما هي دي المشكله. يعني ما فيش حد، مش انا لسه بقول يعني هيتعظ ويمشي صح، هو مش محدش هيمشي صح. لا مش دي المشكله، المشكله ان هو هتتصادر حاجته وهيتعمل له محضر، ولو لو هيطلع بكفاله او هيدفع كام الف هيدفع غرامه، الموضوع خلص على كده. اه للاسف. كام واحد بقى مات بقى بسبب واحد زي دوت من غير ما يعرف انه من دوت على فكره؟ يعني انت ممكن تفضل تاكل السموم دي ويجي لك امراض الدنيا وانت مش عارف هي بتجيلك من يا ايه. يا فندم انا من شهر حضرتك برضو برنامج برضو حد نزلوا وضع فراخ واظبطوا كام تطبيقية وما اعرفش ايه والكلام ده، اقسم بالله العظيم من يوميها لغايه النهارده انا ما حطيت فراخ في بقي ولا انا ولا عيالي. ما احنا اللي عملنا موضوع الفراخ. ما ينفعش ان انا اشوف حاجه زي كده وانفع ان انا اكلها. بس ده مش معناه ان الكل، انا لو مسموح لي دلوقتي اقول منتجات مصانعها زي الفل ممكن للاسف هو هيعتبر اعلان. يعني انا في مصانع ممكن اصورها لكم زي الفل زي الفل ونقدر نشتريها واحنا مطمنين وكل حاجه، بس للاسف انا متاكده ان القناه مش هتسمح لي بده لانه هيعتبر اعلان. لكن في ناس عندنا طبعا بيشتغلوا صح اكيد، لكن اللي انا بشكرك، لكن الحاجات الرخيصه واللي في الشارع واللي في المصمت واللي على عربيه الكبده واللي على واللي 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 لا لا. انا كنت انا وراضي من يومين في المهندسين عند مكان من غير ما نقول يعني اسمه، وبيقول لي سندوتشات الكبده حلوه قوي هنا، كنا دايما واحنا كنا سندوتشات كبده. قلت له لا يا راضي الطعميه لطيفه جدا. انا بقى ايوه راضي المصور، ما كل الناس عارفين. لا هعرف راضي برضو يا عطاء. فكلنا طعميه لان انا مش هاكل ولا كبده ولا ممبار ولا الحاجات دي غير لما اشوفها نيه قدامي وتتعمل قدامي، زي ما بروح اختار السمك من الثلاجه يتعمل قدامي. وكل الحتت على فكره اللي في بره كده يبقى حاطط لك ثلاجه وهو حاطط عربيه وتنقي له الحاجه اللي انت عايزها ويعملها لك. مفيش حاجه يعني. احنا مش هنتكلم في اي حاجه ثانيه، هنتكلم في التليفونات. طيب الهام. يا حبيبتي ازيك يا استاذه ريان؟ انا بحكيك على اللي انت عاملاه يا بنتي، ربنا يسعدك يا رب. ربنا يخليك، اتفضلي. طب انا عايز اعرف هو الراجل ده بعد اذن حضرتك يعني هل يقبل ان هو ياكل بيته من الاكل دوت؟ هيعمل ايه؟ يقبل ان هو ياكل ولاده من الاكل ده اللي هو بيبيعه للناس؟ يعني الاكل لا. ولا هو بيستغل ظروف الناس اكمنها تعبانه ماديا يعني؟ هو اعتقد اللي هو بيعمله غير اديب. على فكره هو ممكن تبقى نيته كويسه، يعني هو ممكن يكون عايز يقدم منتج رخيص للناس عشان تشتريه، وفي نفس الوقت مش عايز يتنازل عن الربح بتاعه. فاللي انا بقوله ان الموضوع فيه طمع، في ان كان ممكن يقلل من الربح شويه. بالظبط. ويخلي الحكايه سليمه. وبعدين هو اساسا يعني لازم يكون عنده يقين ان ربنا بيبعت له رزقه لحد عنده اللي هو ربنا رايده. فهو لو راعى ضميره اكيد هيجي له الرزق اللي هو بيتمناه. بس بقول لك ايه، ما هو 100 طن خساره لحمه دي برضو تعويره يعني. يعني هم ولا خدوا ولا هتفرق معاه، هيرجع تاني برضه يا استاذ لا بس دي تعويره عليه. دي قرصه ودن جامده قوي. لا انا معاك ان هي قرصه ودن كبيره، بس برضه هترجع ريما لعادتها القديمه، لان ده بني ادم ما عندوش ضمير بصراحه. انا بشكرك، بس مش عايزين نغلط في حد، لان والله برضه ربنا اعلم بالنوايا. ممكن يكون المعلم ده عايز يقدم منتج رخيص فبيوفر على قد ما يقدر في الحكايه، بس ده تفكير غلط. ده تفكير غلط، لأن مش بكترة الفلوس ببركتها. يعني ممكن تفضل تحوش فلوس تحوش فلوس وتجيلك مصيبة واحدة تضيع كل فلوسك وتبقى على الصراط الحميد. سألوني أنا. نعمل فاصل ونرجع.